رقم واحد. دود، ليس لدي عضلات بس شحوم ملغلظة. مرحبا، أنا البط ولدي برميل، وتبدو كأن أحدهم يحاول حشر ثمرة الجريب فوت عبر خرطوم المياه. لونك أزرق لأن مخك قد اختنق من غبائك. أنا ضعيفا جدا، كنت بطلا خارقا كان اسمي بويمان، الرجل الذي يتمتع بقوة صديق. ما الذي تتحدث عنه؟ أنت قليل كالدبدوب من القطن الطبيعي. هناك كمية قليلة من العضلات وأحتاج لمن يحركها لي. نعم دود، الشيء الذي بوسعك رفعه بهذا جسمه معنوياتي. خدعة زجاجة. لقد كان هبوطا سيما. كمان فاشلا يا صديقي، الشيء الوحيد الذي فزت فيه هو حب أمنا ولست المركز الأول. أنت فاشل، يفتقدك الناس برمي الطماطم الناضجة. ما الأمر يا دود؟ لماذا تنظر هكذا كلما مر روكي؟ إنه ليس السبب، بل سنجيب بطبوط. كلما قال شيئا في حقي يؤلمني كثيرا. ربما لأنك تحترم رئيس سنجيب بطبوط. لا، لكنك محق، هذا غريب. أنت لا تمانع عندما أهينك أصلا، أليس كذلك؟ إذا المشكلة لا تكمل بسنجيب بطبوط، المشكلة تكمل بأنك مغرور. بلخ 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 بلخ. مدرج شاهدوا كل هذولا. الجانب الإيجابي أننا عرفنا كم أحب نفسي. لم يكن للضرورة أن أرى غرورك يقبل نفسه. أنا فزت. دود، أعاني من نبحة قصرية. ماذا؟ لا، شبحة هدرية. حساسية؟ نبحة صدرية؟ نعم، نبحة صدرية.